وصل وفد من حركة المبادرة الوطنية، يليها أيضا وفد من حزب الشعب إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من قيادة البلاد لبحث سبل إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية في ظل التحديات الخطرة التي تواجه القضية الفلسطينية. حول هذا الملف ينضم معنا الآن عبر الهاتف السيد هاني المصري، وهو كاتب ومحلل سياسي. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. يعني بداية، برغم كل ما يحدث إلا أن ملف إنهاء الانقسام لا يزال مستمرا في الجزائر، ما هي قراءتك لما يحدث؟ قراءتي لما يحدث أن الجزائر مهتمة بملف المصالحة، جزء من اهتمامها بإحياء الدور الجزائري بعد الانشغال والنكسة التي مرت به خلال السنوات الماضية، وتحاول أن تحقق ما عجز الوسطاء الآخرين عن تحقيقه. نعم. ولكن بكل أسف المشكلة لا تكمن في الجزائر، وإنما تكمن في الأطراف الفلسطينية التي لا تعطي الأولوية أو حتى اهتمام كافي بموضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. كل طرف ينعم بمزايا سلطته وبالانقسام وما تولد عنه من جماعات مصالح الانقسام، ويطرح شروطا صعبة خاصة بالنسبة للسلطة الفلسطينية هنا والقيادة الرسمية، تطرح شروطا تعجيزية لأنها تريد إما يعني خضوع يعني حماس بالكامل لشروطها، وإما فليستمر الانقسام إلى إشعار آخر. وبنفس الوقت لا تقدم حماس مبادرة متكاملة متوازنة تحرج فيها الطرف الآخر وتظهره يعني على حقيقته إذا كان فعلا لا يريد إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. نعم، جهود جزائرية محمودة، ولكن للأسف لن تحقق نتائج إذا لم يطرأ تأكير على المواقف الفلسطينية، على موازين القوى الفلسطينية، على الخارطة الفلسطينية، وهذا الأمر غير متاح حتى الآن. نعم، ولكن يعني ما يحدث الآن على أرض الواقع وانعقاد المجلس الوطني مؤخرا والمركزي، ويعني ضرب كل ما يحدث بعرض الحائط، ومن ثم الذهاب إلى الجزائر واستكمال ما يجري حول إنهاء ملف الانقسام، كيف يمكن أن يعني نقارن بين هذه الازدواجية الحاصلة، وكيف يمكن أن نبرر ما يحصل؟ لو كان هناك اهتمام بملف الحوار أو بالمبادرة الجزائرية لكان يمكن تأجيل انعقاد المجلس المركزي لحين يعني إعطاء فرصة لهذه المبادرة لكي تنجح، ولكن الإصرار على عقد المجلس المركزي في غمرة وذروة الحوارات في الجزائر هذا دليل على أنه لا يوجد أي نية لإنجاح هذه المبادرة، وهناك مساعي لإفشالها وعدم تحقيقها أهدافها. نعم. وخاصة أن المجلس المركزي عقد بدون تشاور، عقد وهناك خلاف حول شرعيته سياسيا وقانونيا ونظاميا، لأنه يعطي صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي بشكل غير قانوني، كأن المجلس الوطني. نعم. ينهي نفسه بنفسه، وهذه مفارقة عجيبة غريبة لم أسمع بمثلها من قبل. نعم، ولكن يعني أيضا على الجانب الآخر حركة حماس والمبادرة وأيضا الجهاد الإسلامي كان بينهما عدة لقاءات، والبحث في مسألة يعني وجود جسم جديد ربما بديل عن منظمة التحرير، وأيضا هناك استمرار في موضوع ملف إنهاء الانقسام. إلى أين سترجع الكفة؟ هل سينجح ربما ملف إنهاء الانقسام، أم أن الأمور ستمضي باتجاه بالفعل إنشاء جسم جديد وبديل عن منظمة التحرير، وأيضا يعني به من الاختلاف ما فيه من حزب المبادرة أو أيضا حركة حماس والجهاد الإسلامي؟ حسب معلوماتي ووفق قراءتي لا يوجد أي فصيل فلسطيني يريد إنشاء جسم بديل أو موازي عن منظمة التحرير، لسبب بسيط أن المنظمة هي كيان وطني تمثيلي أشبه بالدولة بدون استقلال، ولا تغير الحركات الدول أو الأوطان، وإنما تغير القيادات والنهج المعمول والسياسات الذي يجري تنفيذها. وموضوع البديل عن منظمة التحرير للأسف يتم من داخلها وليس من خارجها،
يعني كل المحاولات لإيجاد بديل عن منظمة التحرير أو موازية لها من الخارج فشلة، لدرجة أن الفصائل والمعارضين كفوا عن هذه المحاولات يعني منذ أعوام طويلة. ما يجري الآن خاصة منذ توقيع اتفاق أوسلو بشكل أدق في السنوات الأخيرة هو أن السلطة تحل محل المنظمة، أن السلطة هي البديل عن المنظمة. لذلك نلاحظ أن هناك آراء بأن يتحول المجلس المركزي إلى بديل عن المجلس التشريعي، وحتى اللجنة التنفيذية هي تشكل حكومة فلسطينية، وبالتالي يعني يتم يعني البنت التي يعني تضخم دورها عن الأم تريد أن تبلع الأم بالكامل إذا استمرت هذه المحاولات بدون يعني رد. الرد من القوى المعارضة يجب أن يكون هو طرح يعني برنامج وطني، اتفاق شراكة حقيقية يضم الجميع، وحتى يتحقق يمكن تشكيل جبهة إنقاذ وطني، جبهة عريضة تضم كل المعارضين لهذا النهج من أجل إنقاذ منظمة التحرير وليس من أجل إيجاد بديل عن منظمة التحرير. هذا هناك فرق كبير بين هذا وذاك. نعم، يعني في مرة من المرات قالها الرئيس الراحل ياسر عرفات: إذا ضاقت بكم الأرض اذهبوا إلى الجزائر. اليوم ربما هذه المبادرة الجزائرية تختلف عن سابقاتها من مبادرات إنهاء الخلاف والانقسام الفلسطيني. لأي درجة فشل هذه المبادرة سينعكس سلبا على القضية الفلسطينية؟ نعم، إذا فشلت المبادرة الجزائرية والجزائر لها مكانة خاصة عند الفلسطينيين ولها دور إيجابي، دائما كانت تستضيفهم في مجالسهم الوطنية وتسعى لمصالحتهم، وهناك يعني اتفاق اسمه اتفاق عدن الجزائر في الثمانينات كان جسرا لإنهاء الخلافات التي كانت قائمة في منظمة التحرير، وعقد المجلس الوطني التوحيدي في الجزائر، ومكانة الجزائر نابعة أيضا من كونها بلد المليون ونصف مليون شهيد، وبالتالي يعني أي خسارة لهذه المبادرة سيلحق بضرر معنوي ومادي على الفلسطينيين، لأن الجزائر كما لاحظت قدمت 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية يعني لتجاوز الأزمة التي تعيشها. نتمنى للجزائر أن تواصل جهودها، ولكن أن تدرك أن الأمر بحاجة إلى تغيير، إلى ضغوط، وليس إلى إعادة تكرار التجارب والاتفاقات السابقة التي لم تنجح. نعم، اليوم ما هي قراءتك لمرحلة ما بعد هذا الملف؟ إلى أين سيصل وما هي دلالاته على أرض الواقع؟ طبعا دائما هناك عدة سيناريوهات، عدة احتمالات، يتوقف أي واحد منها له نصيب أكبر بالنجاح على الإرادة وعلى الوعي. يعني المسائل لا تتغير من تلقاء ذاتها، هناك أناس، هناك قيادات، هناك أحزاب، هناك شعب يتحرك من أجل التغيير، وكلما تحرك الشعب الفلسطيني أكثر السيناريو الجيد الأفضل هو الذي يمكن أن يرى النور. يعني التحركات القائمة حتى الآن ضعيفة لأنها يعني تشعر بالخزلان وخيبة الأمل من الجهود والاتفاقات السابقة، ولكن لا يجب أن نيأس، يجب مواصلة الجهود، لأن الوحدة ليست مجرد خيار من الخيارات، الوحدة ضرورة وطنية لا يمكن بدونها أن نتقدم إلى الأمام، حتى لا يمكن بدونها أن نحافظ على القضية الفلسطينية حية وعلى وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتقليل الأضرار والخسائر. نعم. يعني نعم. ليس فقط من أجل الإنجاز، وحتى للحفاظ على ما تبقى لدينا، نحن بحاجة إلى وحدة، والوحدة يمكن أن تتحقق بأشكال مختلفة عن الطرق التي اعتمدت سابقا، مثلا وحدة بالميدان، وحدة بالنقابات، وحدة بالمؤسسات المحلية، وحدة بالنقابات، وحدة يعني من تحت إلى فوق، حتى نستطيع أن يفرض الشعب الفلسطيني إرادته على القيادات وعلى مؤسسة وطنية جامعة تضم الجميع. نعم، لكن هل تغفر ربما الجزائر يعني للأطراف والأحزاب الفلسطينية المشاركة في هذه المبادرة إذا ما فشلت؟ هل سيغفر لها، خاصة وأن الجزائر هنا قد تسبب لها الكثير من الإحراج في حالة الفشل؟ طبعا
يعني طبعا التغيير لن يكون من الجزائر، حتى نكون صريحين، ولا من مصر ولا من أي طرف خارجي. التغيير يبدأ من الفلسطينيين، من الشعب الفلسطيني، من القوى الفلسطينية. حتى إذا فشلت المبادرة الجزائرية، هو ليس فشل لها، هو فشل لنا، لأننا نحن أصحاب القضية، لأننا نحن من يفشل أو ينجح. وخاصة أن يعني الآن العالم كله مشغول يعني عندنا بما يجري في أوكرانيا وتداعياته، وبالتالي إذا لم ننصف أنفسنا وننصف شعبنا لن ينصفنا أحد. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هاني المصري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا، أهلا وسهلا.